سلام الله عليكم مشاهدينا ورحمته وبركاته. عضو على الأحداث لهذا اليوم أبدأها من فلسطين، حيث اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك برفقة قوات الاحتلال التي اعتدت في وقت سابق على المصلين في الحرم القدسي وقامت بإخراجهم بالقوة من المسجد. وفي سياق متصل، اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال محاولاتها اقتحام مخيم نور شمس في محافظة طول كرم في الضفة الغربية المحتلة، واندلعت الاشتباكات إثر قيام قوات الاحتلال بمحاصرة منزل في المخيم تحصن فيه مجموعة من الشبان المسلحين. وفي نابلس، تواصل قوات الاحتلال إغلاق غالبية مداخل المدينة بعد هجوم حوار السبت الذي أدى إلى إصابة 2 من جنود الاحتلال، وصفت جراح أحدهما بالخطيرة. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي من نابلس السيد محمود الصيفي، الخبير في شؤون الاستيطان. أرحب بك سيد محمود. بداية، كيف تعيش نابلس هذه الأيام تحت الحصار؟ في نابلس، في قراها ومخيماتها وريفها والمدينة، تعيش حصارا مشددا حقيقة منذ الليلة الماضية إثر العملية البطولية التي أدت إلى إصابة جنديين صهيونيين وسط بلدة حوارة القريبة من مدينة نابلس، وهي تقع إلى الجنوب من مدينة نابلس. حقيقة الجيش الاحتلال استنفر عدة كتائب لجيشه وحاصر المدينة وأغلق كل مداخل المدينة ونصب الحواجز الطيارة الحديثة في كل موقع، في كل مدخل. بلدة حوارة حاصرها حصار لم يسبق له مثيل. هناك بوابات تنصب في هذه الأثناء على إحدى المداخل الرئيسية داخل البلدة. هناك انتشار كثيف لجنود الاحتلال، وهناك تنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، ويرافق ذلك حقيقة انفلات المستوطنين من المستوطنات المجاورة والجاثمة على الأراضي الفلسطينية في محيط بلدة حوارة. هذا الاستنفار وهذا الانتشار رافقه الاعتداء على أصحاب المحلات وتكسير المحلات الفلسطينية على داخل البلدة، إضافة إلى قطع الأوصال، قطع أوصال الضفة الغربية. فنابلس هي تعتبر وسط في شمال الضفة الغربية، هناك يحيط بها من الجهة الشمالية والغربية قلقيلية وطول كرم وجنين وكذلك طوباس، كل هذه المدن يمرون من حقيقة من خلال هذه البلدة، بلدة حوارة. وبالتالي هذا الإغلاق المشدد على كافة الحواجز، يعني على طول أكثر من 20 كيلومتر باتجاه رام الله، كل هذه الطرق مغلقة ومتواجد عليها الحواجز الطيارة والثابتة، إضافة أن هناك طائرات مسيرة لتصوير المواطنين ومراقبة تحركاتهم بحثا عن منفذي العملية التي نفذها أحد المقاومين الفلسطينيين على مقربة من أذان المغرب حقيقة. وأصبح هناك إغلاق تام، هناك حقيقة آلاف المواطنين باتوا في العراء، باتوا خارج منازلهم الليلة الماضية. واليوم منذ الصباح حقيقة، منذ الصباح كانت الحواجز مغلقة، وهناك تنكيل ضد المواطنين، وهناك ضرب للمواطنين من قبل ضباط وجنود الاحتلال. يعني حقيقة هذا الوضع المأساوي أمام المجتمع الدولي الذي يطالب بالتهدئة. سأعود إليك سيد محمود. التهدئة، أين هذه التهدئة أمام هذه الاقتحامات والإجرام الصهيوني بحق المواطن والمدن والقرى الفلسطينية؟ سأعود إليك سيد محمود مشاهدينا، وأرحب بضيفي من عمان
السيد داود كتاب الكاتب والمحلل السياسي. سيد داود أرحب بك. يعني واضح بأنه الاحتلال يصعد ويوسع أيضا من يعني من هجماته ومن تحرشه إذا صح التعبير بالفلسطينيين من نابلس إلى طول كرم إلى بيت لحم إلى المسجد الأقصى ونحن في شهر رمضان المبارك. برأيك لماذا يدفع الاحتلال نحو التصعيد مع أنه تعهد بلقائي العقبة وشرم الشيخ بالتهدئة؟ يعني معروف انه الوضع مش بالسهوله اللي انت عرضته، لانه لا يوجد احتلال واحد، هناك احتلالين، احتلال عسكري اسرائيلي واحتلال المستوطنين. والمستوطنين اليوم لهم وزير في الحكومه او وزراء في الحكومه، وهم يعني صار اصبح هناك صراع خلاف او صراع او منافسه بين وزاره الدفاع وبين وزاره المالية، حيث المالية اليوم مسؤول المالية اللي هو سمروفيتش أصبح له مقعد في وزارة الدفاع فيما يتعلق في الأراضي المحتلة، وهذا أمر غريب جدا. طيب إذا يعني من الذي يدفع نحو الانفجار والتصعيد؟ هل هم المستوطنون أم الحكومة؟ لأنه نتنياهو نفسه يتحدث عن هذا التصعيد ويتبناها أيضا. يعني أنا بعتقد أن المستوطنين أكثر، لأنه الحكومة مش معنية في التصعيد. ما بتوقع أن الحكومة اللي عندها علاقات دولية وعندها رغبة في أنه تكون هي مبينة المسيطرة على الوضع لا تريد التصعيد، لكن المستوطنين طبعا هذه فرحتهم أنهم يتم التصعيد، يتم التأثير على الرأي العام ويبينوا أنهم أصحاب شأن، هم أصحاب دولة وإلى آخره. يعني كمان شوي راح يعلنوا دولة المستوطنين يعني. فأنا بعتقد أن المستوطنين لا شك، طبعا الحكومة لا تستطيع أن تخسر المستوطنين ووزرائهم في الحكومة، لأنه مبنية على يعني عدد قليل من أعضاء الكنيست، فهذا كمان يضع المستوطنين في وضع أنهم وضعوا نتنياهو في خانة اليك كما يقولون. طيب سيد محمود الصيفي، هل من مصلحة دولة الاحتلال أن يعني تسعى نحو التصعيد بهذا الشكل والذي قد يؤدي بأي لحظة إلى الانفجار الشامل؟ حكومة الاحتلال وحكومة المستوطنين كما ذكر الأستاذ داود كتاب، الاحتلال هناك حكومتان في الضفة الغربية، حكومة للمستوطنين، هناك تسارع للسيطرة على الأرض الفلسطينية، مجلس المستوطنات، هذا المجلس العنصري الاستيطاني يرى أن الأرض الوقت مناسب للسيطرة على كل الأرض الفلسطينية، ويسيطرون على الأغوار وعلى المسجد الأقصى ويثبتون ما يسمى التوقيت التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، على عكس الحكومة الصهيونية تدعم حقيقة المستوطنين من خلال وزراء الاستيطان بن غفير وسيموتريتش، لكن نتنياهو يواجه الحرج حقيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية ليست معنية بتفجير الأوضاع في الأرض المحتلة، لأنها مشغولة حقيقة بمواجهة الحرب في أوكرانيا وتحشيد كل ما يلزم لإضعاف النظام الروسي والحرب على أوكرانيا، وبالتالي الحكومة معنية بتهدئة، ولكن المستوطنين وهم المسيطرون حقيقة على الأرض المحتلة هم من يعنون، ومطلوب منهم من خلال برامجهم في الحكومة العنصرية، برامجهم تريد السيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية خاصة في القدس والأغوار، مزيدا من مواجهة الفلسطينيين، مزيدا من السيطرة حتى على الأرض المحيطة بالمدن الفلسطينية بعيدا عن الأغوار وبعيدا عن القدس كما يحصل في محافظة نابلس ومحافظة رام الله وباقي محافظات الوطن. انظر ما يحصل في نابلس، نابلس هناك 14 مستعمرة تحيط كالسوار في هذه المدينة،
وتقطع حقيقة الأوصال، أوصال القرى، أوصال الريف المحيط بهذه المدينة، وهذا ما يطلبه حقيقة المستوطنين. المستوطنين يجدون أن هذه الفرصة المؤاتية لتحقيق أهدافهم في الأرض المحتلة، سواء الأرض من ناحية الدينية أو الأرض الفلسطينية، يريدون سيطرة كاملة على الأرض، وهم يطلقون على أن هذه أرض إسرائيل من النهر إلى البحر. وهذا المجتمع الدولي يشاهد ما يحصل في الأرض المحتلة دون حراك، صمت حقيقة، صمت دولي، صمت عربي، صمت مؤسسات الدولية أمام هذا القتل، أمام هذا الإجرام. يعني ما شاهدناه اليوم في بلدة حوارة، هناك انتهاك لكل القوانين الدولية تجاه المواطنين الفلسطينيين. الجنود ينكلون بالمواطنين، يضربونهم أمام شاشات التلفزة المحلية والعربية الدولية. شكرا. هذا المأساوي يدعمه نتنياهو وليس المستوطنين. المستوطنين يجدون في ذلك جو مناسب للسيطرة على الأرض الفلسطينية، وشاهدنا سيموتريتش من واشنطن ومن باريس ومن كل الدول التي زارها، وهو يتحدث عن فلسطين من النهر إلى البحر، وهو يتحدث عن محو قرى فلسطينية وخاصة بلدة حوارة. هذه العنجهية لما يسمى وزراء هذه الحكومة الفاشية. يعني شكرا لك سيد محمود الصيفي الخبير في شؤون الاستيطان، كنت معي من نابلس، والمعذرة للمقاطعة لضيق الوقت. دكتور داود كتاب ضيفي من عمان، يعني أمام هذا الصلف وهذا التصعيد لدولة الاحتلال بعد لقائي العقبة وشرم الشيخ، أين الدول الضامنة؟ أين الوسطاء سواء من الدول العربية أو حتى الولايات المتحدة التي هي تتزعم مثل هذا الحراك إذا صح التعبير، حتى بريطانيا التي حضرت هذه اللقاءات ويزورها نتنياهو هذه الأيام؟ يعني لا شك أن المجتمع المدني مقصر جدا مع الأراضي المحتلة، مع الشعب الفلسطيني، ونحن بنعرف أنه حتى الحكومة الأردنية والحكومة المصرية اللي تعهدت بتنفيذ إسرائيل تعهداتها أصبحت هي المهددة، لأنه خارطة سموتريتش أظهرت الضفة الغربية وفلسطين وقطاع غزة وكل فلسطين التاريخية مع الأردن وحتى بعض مناطق جنوب سوريا وجنوب لبنان. فالمعادلة عم تختلف بصورة سريعة جدا. وللحقيقة يعني ما يحدث في إسرائيل داخليا أيضا له تأثير جدا على رأي المجتمع الدولي. ونرى لأول مرة استدعاء السفير الإسرائيلي في واشنطن مواقف دولية قوية، ولكن نحن نتوقع أن يكون هذه فرصة سانحة أن يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية. يعني أنت تقول نحن مع الدولتين ومع حل الدولتين، طب اعترف بالدولة الفلسطينية مثلا. فهون في مشكلة يجب أن يتم معالجتها بأسرع وقت. ومعك حق سؤالك في محله، ولكن الجواب للأسف يعني موجود في العواصم العالمية. نعم.